تطوير وتوسعه محور ابو ذكري وامتداده بطول 50 كيلو، وده هتتكلم عنه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه يا فندم بالتفصيل، وده محور فعلا موازي للدولي الساحلي والماكس، وبيربط كل المحاور الطوليه اللي جايه من ميناء اسكندريه الكبير، وايضا امتداد لطريق الشاحنات اللي جاي من بورسعيد ومتصل ومتجه الى السلوم. تطوير وتوسعه وسط الكافوري سيدي كرير برج العرب بطول 33 كيلو، وده فندم محور ايضا مهم جدا موازي لمحور ابو ذكري، رابط من اسكندريه الصحراوي في منطقه الكافوري الى برج العرب مرورا بسيدي كرير، خمس حاره في كل اتجاه منها اثنين حاره للشاحنات. ثانيا مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي. بدات شبكه سكك حديد مصر فندم سنه 1854، وكان اول خط في هذه الشبكه هو القاهره الاسكندريه بطول 208 كيلو، ثم خطي ابو قير بطول 21.7 كيلو، رشيد المعموره 66 كيلو، ثم خط امبابه الاتحاد الاباري بطول 227 كيلو لخدمه الركاب والبضائع بنطاق محافظه الاسكندريه. وفي ضوء خطه تطوير النقل السككي التي تخدم محافظه الاسكندريه والتي تتضمن تطوير البنيه الاساسيه لخطي القاهره اسكندريه وبشيل الاتحاد الاباري وتحويل خط ابو قير الى مترو كهربائي وتطوير ترام الرمل، بالاضافه الى انشاء الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع السخنه اسكندريه مطروح، بالاضافه للتخطيط لانشاء الخط الرابع من شبكه القطار الكهربائي السريع بورسعيد ابو قير كالاتي: خط اسكندريه القاهره السكك الحديديه بطول 208 كيلو، تم انشاء الخط يا فندم ده في البدايه زي ما هو موضع على الصوره العليا على اليمين بطرق بدائيه، طبعا ما كانش في ماكينات زي الماكينات اللي موجوده دلوقتي، وفعلا دي صور من محطات سيدي جابر ودمنهور ومصر في اسكندريه اللي تم انشاءها فعلا في بدايه الخط سنه 54، ثم اعيد انشاء محطه مصر في سنه 1920 بواسطه المهندسين ايطاليين. وتم الانتهاء من تجديد السكه وتطوير نظم الاشارات والمزنقنات والمحطات وانشاء مركز تحكم وسيطره بالكامل على هذا الخط الحمد لله كالاتي. دي يا فندم اعمال السكه قبل وبعد التطوير. دي اعمال المزلقانات لل 80 مزلقان اللي على السكه قبل وبعد التطوير. ثم ابراج الاشارات قبل وبعد التطوير. ثم غرف السيطره والتحكم المركزيه اللي في اليمين يا فندم، دي كانت دي غرف السيطره والتحكم في القطارات. ويمكن مش عايز كنت اجيب صور يعني اقل من كده كمان، يدوي كده العامل بيقف في الغرفه يشد اليد كده يقوم يحرك المفتاح يدي اذن للقطر يعني يدوي يقوم القطر يتحرك. اصبح يا فندم دلوقتي كل غرف التحكم والسيطره عندنا بالمنظر اللي موجود على يسار الصوره. ايضا السيمافورات ده قبل وبعد التطوير، كان السيمافور شكله كده كان كله بيعتمد على حاجات كلها ميكانيكيه ومرئيه، اصبح دلوقتي كله ضوئي والكتروني. محطه دمنهور، محطه دمنهور يا فندم دي كانت المحطه القديمه اللي على اليمين. لما جينا ننفذ او نطور محطه دمنهور ونطور السكه نفسها كان لازم نزود عدد الخطوط بدل ما هم اربع خطوط الى ست خطوط، بدل ما هم خطين الى اربع خطوط، فشلنا المحطه بالكامل وزودنا الخطوط وانشانا محطه بالكامل زي ما هو موضح على يسار الصوره. ايضا محطه سيدي جابر اتطورت يا فندم ده قبل وبعد التطوير. محطة مصر في اسكندرية وده من أفضل المحطات اللي عندنا طبعا، بالإضافة لمحطة مصر في رمسيس ودي اللي اتعملت على الطراز الإيطالي سنة 1920. احنا فنم بالتنسيق مع الآثار وجبنا مجموعة من الأثريين وبالشركات المصرية المتخصصة رجعنا المحطة زي ما كانت موجودة بالظبط سنة 1920، بالإضافة طبعا إلى ده الشكل المعماري، ولكن طبعا من الداخل كله بقى تحول الى يعني شبابيك التذاكر والسيطره والتحكم والاتصالات، كل الكلام ده اتطور واصبح كله الكتروني بدلا من النظام اليدوي. ايضا فنم الوحدات المتحركه كان قبل 30/6/2014 كان المنظر اللي على اليمين ده اللي موجود فعلا في مصر كلها. ان شاء الله دلوقتي يا فندم من دلوقتي وحتى 30/6 ان شاء الله 24 مش هيكون عندنا زي ما سيادتك وجهت وشرفتنا في اسوان ورفعنا اخر عربيه من العربيات الصفراء اللي موجوده على اليمين دي وكلها دلوقتي في ورش كوم ابراري بترفع كفايتها وتتجدد.
كلها يا فندم هتبقى بالمنظر ده، سواء قطر تالجو الاسباني الجديد او القطر الروسي الجديد. ده بالمناسبه يا فندم ده كان القطر الملكي اللي دخل مصر، كانت مصنعه شركه فيها دخلت مصر سنه 48، كان بالمنظر ده، وده ترفع كفاءته واتطور واديناه للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه نقلته الى المنتزه. بانتهاء تطوير الخط يا فندم ده تم رفع مستويات الامان والسلامه وزياده السرعه والطاقه الاستيعابيه ليصل عدد الركاب ل 54 مليون راكب بدلا من 36 مليون راكب سنويا. ازدواج خط سكك الحديد باشتيل الاتحاد الاباري بطول 224 كيلو، وانشاء وسطي كفر داوود السادات 36 كيلو، والمناش 6 اكتوبر 70 كيلو، وده فندم بهدف زياده الطاقه الاستيعابيه للركاب والبضائع بين محافظه اسكندريه والمواني البحريه والمواني الجافه لكل من مدينتي السادات و6 اكتوبر. الحقيقه يا فندم الخط ده اهم خط تجاري ونقل بضائع في مصر، يعني يمكن الخط العادي 208 كيلو اللي اتكلمت عليه ده كله بالكامل ركاب. الخط ده يا فندم ده خط نقل بضائع الاول في مصر كلها، لانه رابط بمينا اسكندريه اللي فيها 50% من تجاره مصر، وواصل بقى الى القاهره وقلب الدلتا ثم منها الى الصعيد. عشان كده عملنا فرعتين كمان جداد ليه يا فندم، من اربط محافظه المنوفيه بمدينه السادات هنا لنقل الكل البضائع ومنتجات مدينه السادات، ثم خط المنال 6 اكتوبر حيث المنطقه الصناعيه في اكتوبر، والمينا الجاف الجديد اللي يعني شغلناه تشغيلي وان شاء الله باذن الله جاهز لتشريف سيادتك ليه بالافتتاح.